وللحديث عن ذكرى الاحتلال وتداعياته المستمرة معنا من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا ومرحبا بك. بداية، 16 عاما على احتلال أمريكا وبريطانيا للعراق، كيف ترون العراق بعد هذه السنوات العجاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. حينما تمر هذه الذكرى المؤلمة ليوم احتلال بغداد ودخول القوات الغازية إلى هذا البلد العريق، تتماثل أمامنا أو تمثل أمامنا الأرقام التي تحدثتم عنها كشواخص لنتيجة هذا الاحتلال الإجرامي الذي شمل هذه الشواخص المؤلمة، شملت كل مناحي الحياة في العراق. هناك مئات الآلاف من القتلى وعددهم يقبو على مليوني قتيل أو شهيد من أبنائنا، أبناء شعب العراق، وهناك مئات الآلاف من الأرامل وملايين الأيتام، وهناك التدمير الكامل للبنية التحتية، وهناك نشر الطائفية وتخريب النسيج الاجتماعي لأبناء العراق، وهناك 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 آلاف الشواخص التي تؤكد على بشاعة هذا الغزو والاحتلال الذي جاء باتفاق مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وجارة السوء إيران. وهذا أصبح معلن في جميع يعني الوثائق والشهادات التي يؤكدها قادة الغزو من الجانبين. كلفة الغزو كانت كبيرة، فالإحصائيات تتحدث عن مليوني قتيل وآلاف المخفيين قسرا منذ ذلك الحين. إلى أي مدى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية هذه الأرقام من الضحايا حسب رأيكم؟ المجتمع الدولي الذي لم يقف في وجه الجبروت الأمريكي البريطاني المدعوم من بعض الأشقاء العرب للأسف في أيام الحصار الظالم الذي فرض على العراق لمدة 13 سنة، هو أيضا يتحمل تلك النتائج ويتحمل النتائج التي أسفر عنها هذا الغزو والاحتلال الإجرامي الذي مارسته الولايات المتحدة وبريطانيا وجيوش الدول التي تحالفت معها خارج إطار الشرعية الدولية وخارج قرارات الأمم المتحدة، ومارست فيها قوى الغزو والاحتلال كل أنواع الإرهاب والإجرام بحق الشعب العراقي، قتلت منه الملايين ودمرت مدنه وعذبت عشرات الآلاف في سجونه وأودعت نحو قرابة مليون شخص على مر السنوات الستة عشرة الماضية، أودعتهم في السجون وفي المعتقلات السرية منها والعلنية، والتي تمارسها كل الجهات الإرهابية. يعني كل الجهات الإرهابية في العراق الآن لديها سجون ومعتقلات خاصة بها. هذه الكلف لا شك أن الباهظة يتحملها المجتمع الدولي الذي مارس لعبة خبيثة بسكوته عن إجرام الولايات المتحدة، وهي مباركة ضمنية لهذا الإجرام. طيب، التدمير الممنهج بهذا الشكل للدولة العراقية ألا يكشف عن حقيقة أهداف الغزو الأمريكي الغاشم للعراق؟ منذ البداية كان الغزو الأمريكي للعراق يستهدف دولة العراق الوطنية، والحديث عن الكشف عن أسلحة الدمار الشامل أو جلب الديمقراطية أو ما شابه، هذه كلها خدع تخفي الهدف الحقيقي لهذا الغزو وهذا الاحتلال، وهو ما عبرت عنه قوات الغزو الأمريكية بشكل مباشر حينما قامت بحل الجيش العراقي وحل المؤسسات الأمنية واجتثاث خيرة كفاءات العراق الوطنية في كل المؤسسات الأكاديمية والإدارية والأمنية والعسكرية، وتركت الباب مفتوحا أمام قوى الإرهاب والإجرام والتخريب والتدمير الممنهج
سواء في الجانب الثقافي او السياسي او الاقتصادي او الامني او الاجتماعي، فتحت لهم الابواب كل ذلك لاجل اسقاط الدوله الوطنيه في العراق وتدمير بنيه المجتمع العراقي، وهذا هو الهدف الاساسي من الغزو والاحتلال. تزامنا مع هذه الذكرى الأليمة، قال الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق إن الاحتلال شرعن وجود وسيطرة الميليشيات على العراق، إلى أي مدى انعكس الاحتلال الأمريكي على توسع النفوذ الإيراني في المنطقة؟ التشخيص الذي تفضل به سيد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين كان تشخيصا دقيقا لواقع ما يجري في العراق. الميليشيات الآن تتحكم وتحكم كل مفردات الحياة في العراق وكل المفاصل الإدارية والأمنية والعسكرية، هناك في البرلمان وفي الحكومة وفي مؤسسة الرئاسة وفي مؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية القمعية الإرهابية التي لا توفر أمنا للمواطن ولكن تمارس قمعا وإرهابا بحقه، كل ذلك خاضع للنظام الميليشياوي الإرهابي المحكوم من قبل إيران، وهي ميليشيات أوجدتها ودعمتها الولايات المتحدة التي تزعم محاربتها الآن. وبذلك يتوجب على الولايات المتحدة إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جادة في محاربة الإرهاب الأمريكي الإيراني في العراق، فعليها أولا أن تقطع دابر هذه الميليشيات التي أوجدتها إدارتا بوش وأوباما السابقتين في العراق، ورعتها إيران ومدتها وغذتها وأوجدتها عبر السنوات الـ16 الماضية. الإرهاب الإيراني الميليشياوي في العراق يتمدد ويظهر بكل الأشكال وفي كل مناحي الحياة في العراق. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.